السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام. كما كتعرفوا أنك فلوغر، كيعجبني السفر على الدراجة الرياضية، ديما كندير طرقان. وإليك بعض النصائح أخي وأختي اللي دابا كما كنعرفوا وقت العطلة هادي، غادي إن شاء الله أعطيكم بعض المشاكل اللي كنتعرضوا لها وبعض المشاكل الخطيرة اللي غتعرضوا لها في الطريق ديالكم وفي السفر ديالكم. لذلك إخواني أخواتي، ديروا بعض النصائح إن شاء الله، ما غادي يكون الخير إن شاء الله، واتخذوا الحيطة والحذر. النقطة الأولى كما كتعرفوا إخواني أخواتي، السياقة السياقة كتبغي تسوق واحد طريقة عقلانية بلا ما تكسيري وبالسرعة وكذا، وتحترم قانون السير. والقضية الثانية هو أن جل تراب المملكة في أشغال في الممشيتي في المغرب، في أشغال سواء الجنوب سواء الوسط ديال المغرب أو سواء الشمال، فهو كله في أشغال في الممشيتي، كتصيب أشغال. لذلك الطريق اللي ما كديش مخلطة تاخذ الحيطة والحطر، سوقه بشوية. كاين واحد النقطة في السياقة هادي، كما كتعرفوا دابا في المشتى العربية أو البادية، ما تبان لكش هاديك 80 ولا 100 ونص وديرها، رد البال مزيان، راه تيكونوا الكلاب، راه دقت الكلب حاجاكم ودقت الحمار راه خايبة خطيرة جدا، وهما اللي كتار دابا في الطرقان، كتار في الطرقان الكلاب والحمير حاجاكم. تاخدوا النقطة، ديروها ديما في بالكم فيما دخلتوا لشي بادية أو الريف بصفة عامة، في الجبال في البادية، تاخذوا هذه القضية هذه إخواني أخواتي. ديروا ديما بالكم راه تصيبوا واحد الكلب ولا واحد الحمار وسط الطريق إخواني أخواتي. وثالث حاجة إخواني أخواتي، وهو أنكم فاش تسافروا كديروا واحد الرحلة وكتوحصوا شي بلاصة وكديروا، خصوصا في هذا العيد الكبير الناس كدير اللحام وكتشوي وكذا في القاعدة ولا في، فتاخذوا واحد النقطة إخواني أخواتي، وهنا بعدوا عليكم الماء وردوا البال للبلاصه اللي كديروا فيها. كما كتعرفوا الجفاف، كنعانيو من الجفاف وقله الماء، لذلك بحال بعض الزواحف اللي هي سامه مثل العقارب والثعابين كتبحث على الماء، الى حتى ديال الماء حداك ولا شي حاجه، رد البال ديما راه هي كتشم الماء وغتجي حتى ليه باش تشرب. لذلك تاخذوا الحيطه والحذر من النقطه بزاف، ركزوا عليها بزاف اخويا الخواتي. نتمنى نكون خفيف ظريف على قلوبكم، وما تنساوش اخوتي اخواتي تبارطاجيو هذا الفيديو لحقاش كاين الناس اللي ما كيعرفوش هذه المعلومات. وشكرا لكم، وسفر ممتع لكم جميعا، والله يعرضكم السلامة، والى اللقاء.